حرصاً من بورصة مسقط على إتاحة الفرص الاستثمارية للمزيد من المستثمرين. تنشر البورصة المؤشر الشرعي لبورصة مسقط، وهو مؤشر لقياس أداء أسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها المالية مع متطلبات ومعايير الشريعة الإسلامية. يتم احتساب المؤشر الشرعي بمنهجية ترجيح القيمة السوقية للأوراق المالية الداخلة في عينة الشركات المستهدفة، وتقاس عينة الشركات بناءً على تغير الأسعار ووزن كل شركة، ثم تخضع لاختبار النشاط السوقي والأداء المالي استناداً على المعايير التالية: ربحية السهم الواحد 15%، القيمة السوقية 40%، سيولة السهم 45%. بعد ذلك يعرض المؤشر الشرعي قائمة بأفضل 15 شركة استوفت الشروط خلال 4 أرباع متتالية، وتنشر القائمة بشكل ربع سنوي مع توضيح نسب تطهير كل شركة. تعرفوا على المزيد عن المؤشر الشرعي عبر موقع بورصة مسقط.